السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد ناجي، الكاتب إبراهيم عيسى. أنا معرفش ليه الأيام ديت، يعني الواحد كان زمان مبهور بناس كتيرة، ويعني واخدهم كنبراس لي أو منارة لي في الثقافة أو في علم السياسة أو في المقالات أو في الحوارات، أو فجأة بدأت الرموز دي تقع قصادك أنت، وأنت مش تقول الحمد لله، يعني تمام قوي كده، احنا زي الفل. الراجل طالع اليومين دول بيتكلم ان ليه الميكروفونات بدعه ومش سلفيه، وان صلاه التراويح بدعه و و و بص، هو صلاه التراويح طبعا شرعا هي الافضل انك تصلي في البيت مع اسرتك يعني، لكن موضوع انك تركز على ميكروفونات الجوامع تحديدا في الشهر الفضيل اللي هو شهر الناس تتجمع فيه، موضوع غريب. انت وكمان خالد منتصر، يعني موضوع انا مش فاهمه بصراحه ليه التركيز قوي، مع ان ده كلاكسات العربيات عندنا في مصر، وانا بلدي متميزه واقول مصر ام الدنيا، فيها كميه كلاكسات تكفي الدنيا كلها، يعني مش تكفي، يعني متهيألي المجره كلها بتشتكي من كميه الكلاكسات اللي عندنا اللي غير طبيعيه، اللي في اي وقت على مدار ال 24 ساعه. ده كلاكسات العربيات، انا ما جبتش بقى سيره الباعه الجائلين، فكهنيه وخضريه وبقى بتوع العده ورباك، يا ده تلاقيه يعني في عز نومك وانت نايم، وده داخل بقى الشارع واي ما يكون الناس، يعني انت شفت، انا مره والله شفت واحد نازل من الدور الخامس بيجري عايز يموته، وده داخل بقى ايه بيقسم. سبت كل دول ومسكت في ميكروفون الجامع. انت ممكن تجيب طريقه لطيفه يا جماعه، وزاره الاوقاف لو سمحنا نحسن جوده السماعات، يعني في حل، انما تلغي. طب الناس بتصلي بره، ما هو ساعات الجوامع ما بتكفيش، فالناس طبيعي بتصلي بره، طب هيسمعوا الامام ازاي؟ يعني يعملوها ازاي دول؟ انت مشكلتك، بص انت عشان حصل المشكله دينيا، في مشكله عندك حاصرها مع الدين، فانت اي حاجه عايز تمنع في سبيل ان انت ما شفتش مانع ان الواحد يقدس البقره، يعني اوكي، هو في شعب يعبدها وهو حر بتاعته، زي الناس كانت بتعبد الاصنام، خلاص انتوا في حق واحنا في حالنا، كل واحد يتحاسب على عقيدته في النهايه. انما هقدس حاجه عندهم ليه؟ يعني ليه اقدس البقره؟ حلوه وجميله ولبنها دافي ولذيذ ومغذي، يعني كل ده هل يدعو للتقديس؟ طب ما اقدس الاسد مثلا، قوه الشراسه والكلام ده. كلام غريب وكلام يضايق وبيستفز بيه الناس بدون داعي. وبعدين يعني تيجي الناس تتهمك تقول لك عميل او كذا او كذا او قبض من بره، فانت تزعل. ما هو الكلام ده ما يتقالش بشكل موقع، يعني ايه الدافع ليه؟ يعني انت تقف قصاد ربنا، لما تيجي تقول دلوقتي قصاد ربنا، انا مش عارف فعلا فكره ان احنا نقف قصاد ربنا دي موجوده فعليا عندنا في المخ هنا ولا ما فيش اساسا؟ يعني الفكره دي موجوده؟ هتقف قصاد ربنا تقول انا كنت بدعو الناس تقديس البقره ليه؟ او تقديس اي حاجه غير ربنا ليه؟ يعني انت عندك مشكله مع الميكروفونات وما عندكش مشكله مع البقره اللي ممكن تشخ في الشارع وتعمل، يعني ده حاجه غريبه قوي بصراحه، انا الواحد مش فاهمها، انت بتجيب الكلام ده منين؟ ليه؟ وده في ناس كتيره كانت متابعه ابراهيم عيسى وبدات تتكسف من نفسها مع قصاد ربنا، زي ما احنا طبلنا يعني ليك وقلنا الكاتب المفكر اللي ما فيش زيه، حق ربنا الواحد بقى يشوفك بقى كده ينتقدك، يعني انت كده في حدود اتعديتها. برضو انا مش هزايد على ديني في النهايه، مهما كان الواحد وحش وبيعمل العبر وبيعمل معاصي والكلام ده، انا مش هزايد على ديني، يعني مش هزايد على عقيدتي، فما اقدرش ارافعك على كلام انت، الكلام ده غريب. قول مثلا لا نحسن جوده الميكروفونات، فالواحد يؤيدك. الميكروفونات ممكن بقى الميكروفونات رخيصه والكلام ده، وزاره الاوقاف زي ما هي بتصرف كتير كده اهوت في الجوامع من جودة الصوت حاجة تعين مقرئين صح، يعني في حلول، في حلول معاك، لكن تلغي عبادة، فالناس يعني تمشي مش سامعة صوت القرآن في الشهر، شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، لازم يبقى فيه قرآن، يعني هي دي احنا اللي اخترعناها، ما حاجة موجودة، ده مرتبط بده، والشهر ده هو اللي قاعد الواحد بيغسل فيه نفسه، والله العظيم يعني هو صغير، الواحد وهو صغير كان بيستصعب شهر زي اي شاب صغير مراهق، بس لما كبرت لقيت فعلا الشهر ده انا محتاج اغسل فيه نفسي، يعني اللي بعمله طول السنه اخف منه شويه، لا بلاش من ده، اجازه، انا محتاج اجازه بقى من كل حاجه بتعملها، حلوه لو وحش انت في حاجات بقى كده، وتلاقي نفسك كده نفسك صافيه. يعني من ضمن برضو خناقات رمضان، برضو الحاجات الغريبه اللي بتحصل في خناقات رمضان ديت، ودي ما فهمش سببها.
ربنا يعني يدي كل واحد يديك على قد نيتك. انا ما اعرفش، انا مش هتهمك باي حاجه، بس ربنا يديك على قد نيتك. السلام عليكم.